السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده في الجزء الثاني بعد اجراءات الجواز اللي هو فيزا لم الشمل، الخطوات بتاعتها. بس في ملحوظه، يعني في حد كتب في كومنت بقول اسعار تصديق الورق واستخراج الورق وده كله. بصوا يا جماعه، زي ما انتم عارفين ان الاسعار مثلا الاول كان شهاده الميلاد ب 5 جنيه وب 10 جنيه، دلوقتي غلي. البطاقة نفس الموضوع، الباسبور نفس الموضوع، في حاجات كتير، التصديقات نفس الموضوع. فالواحد مش عايز يقول معلومة تحط انت حسابك عليها في الاخر خالص تلاقيها مختلفة. فبحب الكلام اللي اقوله يبقى دقيق جدا يعني، فبقول المعلومات العامة، وانت ممكن في موضوع الاماكن فين، الاسعار كام او كده، دي سهلة اللي انت تسأل فيها يعني. بس انا بسهل عليك المواضيع الخطوات يعني، عشان لو عايز تعمل ورقك يبقى عارف هتعمل 1 2 3، تمام؟ فنيجي لأول حاجة، أنت بعد ما خلصت موضوع الجواز وكل حاجة، بعديها بأسبوعين ثلاثة من وزارة العدل بتستلم عقد الجواز بتاعك. عقد الجواز بتاعك بيبقى نسختين، بتبقى نسخة ليك ونسخة لمراتك يعني. بس أنت لما تاخد عقد الجواز بتاعك، الأول هتاخده وتخليه معاك وتعمل كد عائلي، عشان هيبقى فيه أنت اسمك أنت ومراتك، وبتصور الباسبور بتاعك نسختين، والباسبور طبعا بيبقى ممضي عليه. وبعد كده بتاخد الورق ده كله، بتروح الشهر العقاري، بتختمه ختم تصديقات زي برضو اللي انت عملته قبل كده. ولو الورق ده رجع لك من مراتك، في حاجات هتسهل عليك كتير يعني. وبعد كده تروح الخارجية تصدق الورق ده، وبعد ما تصدقه تروح مكتب الترجمة تترجمه، وبعد ما بتترجمه بتروح السفارة توثقه. يبقى خلصنا من ايه؟ من النقطة دي. اهم حاجة بقى الخطوة اللي جاية، اللي انت لازم تكون عامل اي اينز من معهد جوته. بمعنى مش لازم تاخد الكورس كله في معهد جوته. يعني مثلا على سبيل المثال، انا ذاكرت مع نفسي في البيت من على موقع معين، وبعد كده رحت حصتين او ثلاثه في معهد جوته، كانوا بيعملوا مراجعه قبل الامتحان حاجه زي كده. فحضرت يومين او ثلاثة، كانت حصتين او ثلاثة، وبعد كده دربوك على شكل الامتحان بيبقى جاي ازاي والحاجات دي كلها، وبعد كده دخلت الامتحان والشهادة بقت من معهد جوته. يعني انت مش لازم تحضر الكورس كله جوه، انت ممكن تاخد في اي مكان بره او تتعلم مع نفسك وتروح تمتحن على طول، بس لازم الشهادة تبقى طالعة من معهد جوته. لما بتاخد الشهادة وربنا بيكرمك وبتنجح يعني، بتحتاج اللي انت وانت رايح السفارة هتاخد معاك الاصل والصورة، تمام؟ نخش في الخطوة الخامسة، 4 صور شخصية. 4 صور شخصية دي مش ممكن، مش هي 4 في 6 او صورة جوازات او الحاجات دي. السفارة بتبقى حاطة بره كده، ممكن لما تروح هناك وانت بتوثق الورق تروح برضو تشوف الحاجات دي، بيبقى حاطين كذا صورة وبيقول لك الصورة دي غلط والصورة دي معمول عليها علامة صح، عشان هم بيبقوا محددين مواصفات معينة للصور اللي هم عايزينها. فانت هتروح تشوف تشوفها بالظبط هم عايزين ايه والصوره شكلها عامل ازاي، او ممكن تخش على النت على موقع السفاره بيبقى برضه نفس الصوره دي موجوده. اما بتروح عشان تتصور ال4 صور دول، بتصور نفس المواصفات اللي السفاره عايزاها. وبعد كده بيبقى قدام السفاره ممكن تجيب طلب بالحصول على التاشيره، وبيبقى معاه اقرار. الاقرار ده بيبقى اللي انت لازم تمضيه وتملي حاجات معينه كده فيه، اللي هو الكلام عادي اللي انت كنت في جماعات سياسيه او ارهابيه او الحاجات دي كلها، وطبعا انت عارف اللي هو لا 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 وخلاص. وبعد كده بيبقى في السفاره ممكن، بص انا سهل عليكم النقطه دي عشان النقطه دي بتبقى ناس كتير بتتعب فيها لما بتروح تقدم الورق. النقطه دي بتعمل ايه؟ وانت في جنب السفاره كده في الشبابيك اللي بره بيبقى في ورق عشان اللي عايزين تاشيره لم الشمل، مش عارف فيزيت ايه الدراسه والحاجات دي. بيبقوا في تاشيره لم الشمل هتلاقي مكتوب تحت ترتيب الورق، اللي انت مثلا اول ورقه تبقى كذا، تاني ورقه تبقى كذا، تالت ورقه تبقى كذا. انت ممكن تبص عليها وتخلص الموضوع ده وبتبقى جاي مرتب ورقك. او بس برضو ما تدبسوش كله ببعضه، او لما انت بتروح تاخد ميعاد اللم الشمل اللي انت تقدم ورقك فيه، بيبقى فيه نفس الكلام ده، يودوك الاول على شباك معين يخلصوا لك ترتيب الورق، وبعد كده تروح على شباك تاني عشان يقوموا، عارف، الموظف ما يقعدش يرتب لك ورقك وبعد كده يكلمك في موضوع المقابله وده كله.
وبعد كده بتروح تقدم ورقك والمقابله وده كله، وان شاء الله بتعدي. يعني لو ما تخش في المقابله الاول، نسيت في موضوع اللي انت تاخد الميعاد، انا كان على ايامي بتبقى عن طريق فودافون اللي انت بتاخد مواعيد، وبعد كده تروح فودافون هي اللي بتحدد معاك وتتصل بيهم وهم اللي يظبطوا. دلوقتي اللي انا سمعته اللي ممكن عن طريق الانترنت، عن طريق موقع السفاره. فسواء كان كده او كده الموضوع بالنسبه لكم هيبقى سهل يعني. انا بالنسبه لي كان الموضوع ما اتصلت كانوا مديني ميعاد بعدها باربع خمس شهور، بس انا اتصلت تاني بفودافون بعديها بيومين فقالوا لي في واحد بعد ما خدت الشهاده بتاع الجوتا، قالوا لي في واحد لغى ميعاد بكره، انت حابب تاخده ورقك جاهز؟ كان انا مجهز ورقي فقلت لهم تمام، فكنت محظوظ يعني. اتصلت بعديها بثلاث ايام كان ميعاد الورق اللي انا اقدم ورقي والمقابله وده كله. اكتر بقى خطا شائع الناس بتقع فيه، كل الناس بشوفها في كومنتات في بوستات، لم الشمل، طب ازاي اللي انا اخلي الموضوع يتسرع في السفاره، طب ازاي ازاي ازاي. بص يا جماعه، السفاره مش هي اللي بتديك الفيزا، مش هي اللي بتوافق على الفيزا بتاعتك. السفاره اللي هي بتعتبر وسيط ما بين المانيا وبينك انت. الورق بتاعك ده كله بيسافر هنا، بيجي المانيا، وبعد كده في المانيا هم اللي بيدوا قرار خلاص موافقين على الفيزا بتاعته. فانا بالنسبه لي انا الفيزا ما كملتش، انا قدمت الورق وبعد كنت في 4/6 او 5/6 والمقابله وكل حاجه كان في التوقيت ده، وبعديها قالوا لي انت هيجي لك الرد من 4 ل 8 اسابيع. انا بالنسبه لي الرد جالي بعد 3 اسابيع او 4 اسابيع. محظوظ، ممكن يكون عشان المدينه اللي انا جاي فيها ما كانش عليها طلبات كتير، ممكن يكون عشان هنا مراتي كانت بتروح تسال. يعني اللي عايز يستفسر الفيزا اتقبلت ولا ما اتقبلتش، الطرف الثاني اللي في المانيا ممكن يروح مكتب الاجانب هنا او الرات هاوس او الشتاندس امت، الحاجات اللي هنا مكتب، في مكاتب هنا الحاجات دي، الورق يشوفه راح في انهي مكتب، مراته بتبقى عارفه او جوزها بيبقى عارف، وهو اللي يروح يسال هل الورق خلاص، هل الورق اتبعت مصر، هل الموافقه وصلت مصر، هل ما فيش كده. وبعد كده انا قبل ما الموافقه تجيلي باسبوعين كنت عارف من مراتي ان الموافقه وصلت وهم هيدوني الكلام ده، هيدوني الفيزا يعني. فالخطأ ده بشوف ناس كتير فهم معذورين. هي السفاره بتحدد معاك مواعيد، مجرد جدول مواعيدها هي، لكن هم ما بيقولكش انت هتاخد او ما تاخدش. ولما بتيجي ترفض مثلا فيزا الحاجات دي بيبقى الرفض جاي من هناك مش من السفاره يعني. السفاره ممكن تعلق، هو السفاره بتديهم انطباع عنك، هو كان شخص كذا كذا سألناه في حاجه ما كانش رده مقنع، ما كانش، بس هي السفاره بتدي انطباع عن الشخص اللي قدامها. لكن الردود كلها، الموافقات كلها، التاشيره، الفيزا، اي حاجه خاصه بالموضوع ده كله بتيجي من المانيا نفسها. يعني المانيا اللي بترد على السفاره فالسفاره بترد عليك. فدي حاجه بتبقى خطا شائع يعني، الناس ما بتبقاش واخده بالها منه. فده كان الورق، الاجراءات بتاعت الورق بتاع لم الشمل وازاي تعمل الميعاد والموافقه بتجي لك منين، وتسرع الميعاد او ما تسرعوش، ده بيبقى حاجه خاصه بجدول مواعيد السفاره، لكن الموافقه زي ما انا قلت لك بتيجي من المانيا. بس لو في اي حاجه واي حد عنده اي استفسار ممكن يسيبه في الكومنتس تحت، وانا برضو لو في اي حاجه ممكن اعمل فيديو تاني وارد على الحاجات اللي انتوا هتقولوا عليها او تستفسروا عليها. تمام، بس يا ريت لو في اسئله تبقى كلها اسئله هنا في نفس تحت الفيديو ده، عشان الواحد مش هيروح يلف على فيديو ده والفيديو ده والفيديو ده. واخر نقطه، انا اسف للناس اللي ما بعرفش ارد عليها في المسجات، بس انا جاي لغايه دلوقتي مثلا في حدود 400-500 مسج. فانا لو رديت على الحاجات دي كلها، انا عندي شغلي وعندي بيتي وعندي بتمرن بعمل حاجات كتير، فلو انا رديت على كل واحد 10 دقائق مثلا في ال 500 هيدخلين في مثلا في 1000 دقيقه. ف1000 دقيقه دي داخلين معديين مثلا 15-16 ساعه. فعارف اللي هو انا مش بتعمد اللي انا ما ردش، بس الواحد غصب عن الواحد. فيا ريت لو اي حد ليه استفسارات، ولو استفسارات بتبقى مشتركه نعمل عليها فيديو ونرد على الناس. تمام، يلا سلام.